نروح لعالم الصحة، وفي تجربة فريدة وغير مسبوقة نجح مستشفى ومركز الدارة الطبي في جعل المريض إنه يحس بإنه يروح لبيته ودار مميز ومريح يشبه بيته، يشعر فيه بالرضا ضمن إطار شعار الدارة دارتهم. جزء من تجربة الدارة يرويها لنا الزميل فهد بن جليل. فينك يا فهد من زمان عنك؟ هو اللي أعد هذا التقرير ونرجع تاني. يارا ليست وحدها من يستخدم تطبيق مستشفى الدارة، كل هالمرضى يستخدمون تطبيق مجاني يضمن لهم وصول سريع وسهل إلى الرعاية اللي يحتاجونها. تتميز مستشفى الدارة بوجود تطبيق متطور بخول المريض أنه يفوت على التطبيق بأي وقت، يطلع على الخدمات الكافة الموجودة بالمستشفى، يطلع على الأطباء الموجودين، يختار الطبيب اللي هو يرتاح له، يحدد موعد بناسبه كمان مع الطبيب. بيتميز بوجود مسار لما يوصل المريض على المستشفى، هذا المسار بيوصل المريض للطبيب مباشرة من دون ما بطريقة سهلة من دون تضيع وقت. الدارة واحد من المستشفيات الحديثة بالعاصمة الرياض، فيه كل التخصصات الطبية اللي يحتاجها جميع أفراد الأسرة. تجربة واحدة كفيلة بتغيير مفهوم الرعاية الطبية. مستشفى الدارة اليوم يحظى بثقة مراكز عالمية كبرى مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اللي اختار عيادات الدارة ليمارس فيها أطباء عملهم تقديم الرعاية لمرضاهم بذات المستوى من الجودة والاهتمام اللي يحظى بها المرضى في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث نفسه. كثير من الطواقم الطبية في مستشفى الدارة تم الإشراف عليها وإرسالها لبعض التدريبات أيضا في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهناك تعاون مستمر ما بين القطاع الطبي والإداري بمستشفى ومركز الدارة ومستشفى الملك فيصل التخصصي أيضا. السيستمين مترابطين، في بعض الفحوصات ممكن تعمل هنا وممكن ترسل لمستشفى الملك فيصل التخصصي، فيحصل المريض على نفس العناية المقدمة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مستشفى الدارة ومركز الدارة أيضا. الرفاهية الواضحة والعناية الطبية الفائقة بشراكة التكامل مع هنري فورد أكبر مزود الرعاية الطبية في أمريكا لا تعني تكاليف باهظة. عشان كذا مستشفى الدارة رغم عمره القصير يعتبر قبلة لشركات التأمين والمرضى اللي يعالجون على نفقتهم الخاصة.